مهم حصل امبارح بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وماريا فرناندا اسبينوزا رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة. اللقاء كان في قصر الاتحادية. في هذا اللقاء وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد والعديد من الرسائل، أكد موقف مصر في مختلف القضايا اللي بتشغل الساحة الدولية والإقليمية. مش كده وبس، ده أكد كمان على موقف مصر من موضوع إصلاح الأمم المتحدة، وده موضوع مهم جدا. كلنا عارفين الدور المهم اللي بتلعبه الأمم المتحدة، وده اللي أكد عليه السيد الرئيس تحديدا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لجهود الوقاية من النزاعات وتفعيل المنظومة التنموية، أيضا جهود تحقيق السلام. السيد الرئيس خلال اللقاء أكد أيضا على اعتزاز مصر بالدور اللي طلعت به كرئيس لمجموعة 77 في تأمين تعامل المجموعة بشكل بناء مع مسارات الإصلاح اللي اقترحها السكرتير العام للأمم المتحدة. مش كده وبس، الرئيس أبدى أيضا تطلعه لتحقيق نتائج ملموسة للإصلاح، تحديدا الأمر المتعلق بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، تعزيز الشفافية، تقوية آليات المساءلة والمحاسبة. طبعا بما أن مصر بتتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام، فكان أفريقيا ليها النصيب الأكبر من الحوار والنقاش في اللقاء. الحقيقة الأمر ده السيد الرئيس بيكون حريص دايما عليه في كل لقاء بيعقده مع المسؤولين الدوليين. أيضا أكد السيد الرئيس في اللقاء أن مصر بتسعى لتحقيق خطوات ملموسة على مسار تحقيق أجندة أفريقيا 2063، مبادرة الاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق 2020، أيضا مواصلة التقدم في تنفيذ أجندة التنمية 2030 في أفريقيا، وغيرها وغيرها من القضايا اللي بتشغل اهتمام قارتنا الأفريقية.